المساء من هنا من عاصمة الميادين ميدان الوتبة في سن اللقاية التي تنطلق انطلاقا موفق وسليم بإذن الله. وشوطنا الثامن يسير بحفظ من الله وتوفيق، ونسير معا لنتابع معكم المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هناك العنود بالمركز الأول، حمد بن علي بن حمد البريسي المري هو بالصدارة وبالمركز مقدمة، بينما المركز الثاني الوصول والتحرك على ثاني المراكز تحركت ووصلت في هذه اللحظات. هناك العزرة علي بن خليفة بن محمد بن شاهين المرر، ولكن ثالث المراكز والتحرك مع ثالث المراكز والوصول الجميل. هناك الوصول وهناك التحرك. هناك الشاهنية خليفة بالصرف المرر، هنا يتقدم على ثالث المراكز، بينما المركز الرابع هناك الشاهنية سيف بن محمد بن هزيم المنصوري يتقدم على المركز الرابع، بينما المركز الخامس الغزيل وصلت في هذه اللحظات وتحرك وتقدم أحمد بن خميس بن مغير الخيلي، ولا لكن سادس المراكز الوصول على المركز السادس. هناك الواصلة والمتحركة، هناك خيرة، والخيرة فيما اختارها الله تتواصل. خيرة عوض بن أحمد بن محمد بالكيل العامري، والتحرك أيضا على المركز السابع في هذه اللحظات من الشاهنية سعيد بن محمد الكليلي الواصل في هذه اللحظات والمتحرك في هذا المسار، ولكن المركز الثامن، ولكن ثامن المراكز في هذه اللحظات على ثامن المراكز. من وصلت؟ من تحركت؟ هناك التحرك في هذه اللحظات. هناك وصلت الشاهنية لمحمد بن بيشان العجمي، والتحرك أيضا التحرك في هذه اللحظات. في هذه اللحظات الوصول أمجاد وصلت في هذه اللحظات على تاسع المراكز، محمد بن سالم بن حمد الدرعي، ولكن المركز العاشر واختتام النداء الأول للأرقام المتقدمة. هناك المركز العاشر مع الفاتنة قران بن محمد بن قرنان العامري، ولكن العودة إلى مقدمة هذا الشوط العودة. هناك المركز الأول، هناك مقدمة هذا الشوط، وقدمنا يا بن بيه إلى المركز الأول لنتابع هذا الشعار، لنتابع هذا المتقدم. هناك العنود، العنود يا العنود هي المسيطرة، هي المتقدمة بقيادة حمد بن علي بن حمد البريسي المري، ولكن المركز الثاني العزرة علي بن خليفة بن محمد بن شاهين المرر، ووصلت الأسماء وتحرك النجوم. هناك الشاهنية الواصل سعيد بن محمد الكليلي، وأيضا الفاتنة قران بن محمد بن قران العامري، ولكن المقدمة مع الكيلو الأخير الذي اقتربنا منه في هذه اللحظات ومقدمة هذا الشوط، غيرت إلى الصدارة، غيرت إلى المقدمة، غيرت الشاهنية وانطلقت بالمركز الأول، انطلقت بالصدارة. الله يا مالك الشاهنية سعيد بن محمد الكليلي عاشق هذه السلالة والمتقدم في هذه اللحظات، ولكن المركز الثاني الجذابة، تحركت الجذابة وانطلق متعب بن حمد بن متعب العامري، وأيضا الوصول وأيضا التقدم على ثالث
المراكز الفاتنة قران بن محمد بن قران العامري هو الواصل والمتقدم على المركز الثالث، بينما رابع المراكز قرار الواصلة وحمدان بن مبارك بن عبيد الشامسي أيضا والوصول، ولكن العودة إلى الصراع والنزاع إلى المركز الأول. الجذابة هي بالمركز الأول، هي بالصدارة تقدمت الجذابة، وانطلق مالك الجذابة في مقدمة هذا الشوط. متعب بن حمد بن متعب العامري، روحي العامري وعماري العامري هو بالمركز الأول، ولكن الخطورة من الشاهنية سعيد بن محمد الكليلي. اللحظات الأخيرة، اللحظات الحاسمة، الجذابة الشاهنية، الشاهنية الجذابة، ولكن الجذابة تحسم ناموس هذا الشوط. تهانينا والناموس الملك الجذابة متعب بن حمد بن متعب العامري، بينما وصلت على ثاني المراكز الشاهنية سعيد بن محمد الكليلي، والمركز الثالث وصلت فيه هناك وصلت على المركز الثالث الفاتنة قران بن محمد بن قران العامري، والمركز الرابع فوصلت فيه وتواصلت أيضا وصفة محمد بن حمد بن حميد الدرعي، والمركز الخامس وصلت فيه هناك الشايبة سعيد بن سهيل بالحطم العامري. إذن مشاهدينا متابعينا الأعزاء، انتهى هذا الشوط الذي حمل القوة وحمل الإثارة وحمل الانطلاق الجميل. هناك من وصلت في المركز الأول بتوقيت زمني وقدره 7:40 وجزءا واحدا من الثانية. تهانينا والناموس المالك الجذابة متعب بن حمد بن متعب العامري، بينما وصلت الشاهنية على المركز الثاني بتوقيت وقدره 7:40 وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس المالك الشاهنية من وصلت سعيد بن محمد الكليلي، والمركز الثالث فوصلت فيه هناك على المركز الثاني ثالث الفاتنة قران بن محمد بن قران العامري بتوقيت وقدره 7:40 و7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين، وحظ أوفر لمن لم يحالفهم الحظ. مشاهدينا الكرام متابعين